لابد أن نتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. جمبات أيلر جين تغاكني تروت تام ميكي ربه النبي صلى الله عليه وسلم نخنم كدعوة. لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة أيام معينة للدعوة 40 يوم أو 3 أيام. نبي صلى الله عليه وسلم من بان تقوم نط لكانتا كدعوة من بيت ناي ريكا سايسة ناي لاي. نعم، وأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة إلى الله أن يدعو إلى التوحيد. هاي أوي دا دمبو نبي صلى الله عليه وسلم برا أجين دعوة كي دعوة تروق الله، لأن الأيام هذه المخصصة ممكن الناس تحتاج أكثر من هذه الأيام. ببرو منو في شراء نخنو سماي كاني في شراء قد آت دمرو كات شراء تيني تطير أو أحيانا يحتاج أقل من هذه الأيام فأنت تنتقل إلى منطقة أخرى. ريكا آت دمرو كات بنتي تجيني تيت جن آت دمرو توقتي كنلاين داب سين بنو الإمام المعصوم المتبع هو نبي الأمة عليه الصلاة والسلام. نقدر نعم دايل جن تام هاي دايل أدمين كمهنوك من النبي صلى الله عليه وسلم. لا نتبع أي أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. جن من أتام نعم ولاي لقلين تاي النبي محمد صلى الله عليه وسلم.